البطوله 20 النجمه الثانيه ان شاء الله. قال لكم 14 بطوله البطوله 20 النجمه الثانيه ان شاء الله نربحوا انتم حسبوا وان شاء الله النجمه الثانيه في البطوله والعصبق اليوم ان شاء الله 3-0 الفوق ان شاء الله غتكون الصدمه لبعض الجماهير الرجاويه اللي عندنا في المغرب. وكنشكر الجماهير الرجاويه اللي كيساندوا الوداد وكنشكر جميع الجمهور اللي جا من جميع المناطق ديال المغرب وكيشجع الوداد. وحنا واخا الاعلام ضدنا واخا شحال من واحد ضدنا وان شاء الله البطوله 20 غنعلقوا النجمات والعصبه ان شاء الله وجنوب افريقيا غيديو ما يعاودوا ان شاء الله وديما وداد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.